السلام عليكم. النهاردة درس جديد من الاوتوكاد. اول حاجة احنا دلوقتي عايزين نرسم مستطيل. في اكتر من اوبشن ان احنا نقدر نرسم بيه مستطيل. اول حاجة ممكن نيجي على قائمة درو ديت، هنلاقي ريكتانجل، هندوس عليها. بعد كده يقول لك حدد ال first point. بعد كده انت عايز تعمله قد ايه، هتبدأ تحدد عادي. بص العرض اهو مكتوب قدامك، هتلاقي 4 وشوية، والطول 9. تشوف انت عايز تعمله قد ايه مثلا كده. وممكن برضو تروح للدرو تاني وتجيب مستطيل تاني وتقول له طب انا دلوقتي عايز الفيرست بوينت هنا. وبعد كده هتحدد الطول والعرض، مثلا عايز الطول 10. بعد كده ندوس كلمة واو في الكيبورد. بعد كده مثلا انا عايز العرض 5 مثلا، اكتب 5، عمل لك مستطيل ده طوله 10 وعرضه 5. ممكن نقيسه عشان نتأكد، 10 اهو، ونقيس العرض برضو. نعمل زوم، 5، تمام كده. طيب دي طريقة رسم، ممكن نرسمه بطريقة تاني برضو، ورتانجل برضو ندوس عليها ونفس الطريقة. ممكن نرسمه برضو بطريقة تالتة، تكتب REC وتدوس انتر. تقدر ترسمه بأي طريقة من دول، الأسرع انك تكتب REC وتدوس انتر على طول. ايدك اليمين بتبقى ماسكة الماوس، ايدك الشمال على الكيبورد، ده أسرع حاجة. يعني بدل ما تروح مثلا عايز سيركل اروح لغاية هنا وادوس، لأ انا مجرد ما كتبت سي انتر بعمل سيركل. عايز لاين ال انتر، وابدا اعمل اللاين. طيب ده كده مستطيل بشكل عام. طب ايه خصائص بقى المستطيل اللي ممكن برنامج يقدمها لك؟ مسحنا بس الحاجات ديت عشان يبقى نقدر نعمل بشكل احسن، عشان نقدر نشتغل الحاجات اللي احنا عايزين نتعلمها دلوقتي. نفتح المستطيل نبدا عايزين نرسمه. طيب دلوقتي في حاجه تحت اسمها شامفر. الشامفر دي بتعمل ايه؟ بص ده مستطيل عادي جدا، عشان مش هعرف اشرحها لك، لازم تشوفها عشان تعرف. طيب انا دلوقتي بقى دوست على الشنفر ديت، هيقول لك عايز الشنفر كام. الشنفر الاول هتقول له 1 مثلا، طب والتاني 1 مثلا. بعد كده بتبدأ ترسم، ده كده شنفر واحد، وده شنفر واحد، ده شنفر واحد، ده الشنفر. طيب نكتب برضو REC وندوس انتر، نلغي بقى الشنفر واحد ده، نخليه صفر تاني. طيب هنبدأ نكتب ريكتانجل تاني، أو ممكن REC وإنتر. وبعد كده نيجي على الفيلد ديت، واحنا هنقول له مثلا عايزينه يبقى 1، ده الفيلد. بص بص ده الفرق ما بين الشنفر والفيلد، بص بص ده عامل ازاي وده عامل ازاي، ده الفرق ما بينهم. طيب انا عايزه بقى يبقى مستطيل عادي، اقوم جاي برضو كاتب REC انتر، واقوم جايب الفلت ده خليه صفر، رجع مستطيل عادي. طيب برضو في حاجة تاني، دول الحاجات اللي احنا عايزينهم دلوقتي. في حاجات تاني بس استخدامها اكتر في 3D وحاجات زي كده، فاحنا خلينا في المهم بالنسبة لنا دلوقتي. في حاجة زي الوايتس ديت، الوايتس ديت نكتب W او نختارها W. بعد كده تبدأ ترسم بـ3، بص الـ3 بقى عامل ازاي. ده احنا كنا استخدمناه قبل كده برضو في ايه، في البولي لاين. لما كنا بنيجي على البولي لاين بيقولك عايز الستارت، كنت بتلاقي حاجة اسمها وايتس برضو، هي كنت بتكتب W برضو بيقولك صفر مثلا، خليه 2، كان بيبدأ يعمل لك كده، ما هو من 1 لـ2، بص بتبقى عاملة ازاي. طيب احنا دلوقتي عايزين نرجع كنترول زد. ده كده الحاجات اللي انت تقدر تستخدمها في المستطيل اللي هنحتاجها دلوقتي. طيب احنا دلوقتي بقى مش عايزين الحاجات دي، نمسحها. نخش بقى على حاجة تاني اللي هي البوليجون دي. ده بيتيح لك انك تكتب عدد الاضلاع اللي انت عايزها وهو يعمل لك الشكل لوحده. يعني انا مثلا دوست 3 اضلاع، بديهي يبقى الشكل ايه؟ مثلث. اه انا دوست 3 اضلاع، بيقول لك حدد السنتر
مثلا عايز سنتر يبقى هنا، يعني هو يبقى جوه دايرة ولا يبقى بره دايرة؟ فانا هختار ان هو يبقى جوه دايرة. بيقول لك حدد الراديوس، حدد نص القطر، فمثلا انا عايزه 12 مثلا، ندوس انتر او عمل لك مثلث. طيب انا دلوقتي عايز افتح برضو، بس بدل ما اروح لغاية هناك عايز افتحها على طول بشكل اسرع. هو ده اللي بيفرق مهندس عن مهندس، انك بشكل اسرع تعمل الامر وتخلص الرسمة بتاعتك. فانت على ما تروح هتاخد كام ثانية؟ الحاجات دي بتفرق، يعني بتفرق انت كل ما تعوز حاجة تروح تجيبها من هناك، ولا تكتب مثلا اهو مجرد ما كتبت بي او ال هتجيلك على طول انتر، هيقول لك عايزها كام ضلع. مثلا عملت 4، فأربعة ده ممكن يبقى ايه، مستطيل وممكن يبقى مربع، فانا دوست 4، بيقول لك هات السنتر اهو السنتر، عايزه جوه دايرة مثلا، بيقول لك حدد الراديوس مثلا 2، عمل لك الشكل. طيب ممكن اعمل كده واحدد مثلا 4 زي ما احنا، وادوس اي فيرست بوينت. هنا بقى انا عايز احددها بالاطوال مش بنص القطر، يعني هو كان الاول بيخليني احددها بنص القطر. مثلا انا عايزها 5 و 5، نبدأ نقيس، تيجي من هنا لحد الآخر، تقرب 5، تمام. طيب ندوس مسطرة، نبدأ نقيس تاني من هنا لهنا، نبدأ 5، تمام، يبقى أنا كده شغال صح. بريكتانجل برضو أقدر أعمل مربع، يعني أنا لو دوست فيرست بوينت مثلا هنا، ثانية واحدة، أنت كده مشغل الوايتس، فتقدر تروح تقفله بسهولة جدا. هترجع وتدوس مسطرة أهو W، بعد كده تخليه 0، كده انت رجعت عادي، انت مستطيل عادي. هكتب عايز اعمل مربع مثلا بريكتانجل، لو دايس 5 ولو دايس حرف الواو 5، كده بقى مربع اهو. يعني ممكن بريكتانجل اعمل مربع برضه. طيب انا دلوقتي عايز اعمل شكل بيضاوي، ده الشكل البيضاوي. في 3 طرق. الطريقة الاولى ان انا احدد السيركل اهو ده ان انا احدد السنتر، انا مثلا عايز سنتر هنا، بعد كده بحدد الاند بوينت، الشكل البيضاوي يبقى لغاية هنا، اقوم دايس كده، بعد كده بحدد ابدأ اطلع وانزل انا عايزه قد ايه. انا حددت اهو الراديوس من هنا، بعد كده عايز اشوفه بقى ارتفاعه هيبقى قد ايه، بفضل اطلع عندي مثلا انا عايزه كده، تمام، اقوم دايس كده. دي الطريقه الاولى. طب الطريقه الثانيه، بقول انا عايز الشكل يبدا من هنا وينتهي هنا، وبعد كده بحدد الارتفاع بتاع الشكل البيضاوي انا عايزه كده مثلا، اقوم دايس تاني. طيب الطريقه الثالثه، الطريقه الثالثه ديت ان مش هيكون في مش هيكون شكل كامل. يعني ايه؟ يعني انا ادوس هنا ببدأ اجيب السنتر والاند بوينت وبجيب الارتفاع برضو، بعد كده بيقول لك حدد بقى الانجل، مثلا انا عايز الانجل 45، اقوم دايس 45، وبعد كده بيقول لك هات بقى الاند بوينت. يعني ايه؟ يعني انا مش هو ما بيبقاش كامل، فببدأ مثلا عايزه كده نص شكل بيضاوي مثلا هيبقى كده، واقوم دايس انتر او دايس بالماوس كليك شمال. طيب انا دلوقتي عايز افتح مشروع جديد، عايز اعمل شغل جديد، بقوم جاي هنا اقوم طالع على حاجة اسمها نيو، واقوم دايس عليها. طيب هتلاقي هنا اختيارات، اوبن ويز امبريال ولا اوبن ويز ماتريك. الامبريال ده بيديك ان الشكل كله، يعني كل الشغل اللي انت هتشتغله جوه المشروع بتاعك يبقى بالمتر، فاختار بالمتر، هتلاقيه يبدأ يجيب لك صفحة جديدة. طيب يعني مش متخططة وكده، بنزل هنا وأقوم دايس كده على الجريد مود، بيبدأ يدرجها لي كده. طيب أنا عايز أرجع للمشروع الأول، أقوم دايس هنا وأقوم قافل لك. بيقول لك أنت عايز تسايب التشينج اللي حصل في الصفحة اللي أنت كنت عاملها، فلو قلت له يس هيبدأ يسايب، لو قلت له نو هيمسح. طبعا أنا مش عايز، أقوم دايس نو. طيب أنا دلوقتي عايز أعلمك
ازاي تعمل دايرة مع الشكل. يعني مثلا انا كتبت اهو بوليجون ودوست انتر، وبعد كده عايزه كام ضلع؟ مثلا 6. طيب بيقول لك حدد السنتر، ده السنتر. بيقول لك بقى عايز هتعمله جوه دايرة، تمام هعمله جوه دايرة. عايزه قد ايه؟ مثلا انا عايزه الحجم ده. طيب انا دلوقتي بقى عايز اعمله جوه دايرة، فاهم؟ جايب السيركل وأقوم بس لامسه كده، هيجيب لك السنتر بتاعه، وأقوم دايس عليه وأقوم جاي دايس كده، أهو الشكل جوه دايرة. طب أنا عايزه بقى خارج دايرة، أقوم جاي عامل شكل جديد، أخليه نفس الستة، بعد كده نحدد السنتر، عايزينه لأ بره دايرة أهو، وبعد كده نفتح السيركل أو ندوس سي انتر، سي انتر أحسن، نحدد السنتر. اهو جوه ايه داير. بعد كده بقى نمسح الكلام ده. طب احنا دلوقتي بقى عايزين ناخد حاجة جديدة، بتدوس مرتين في السكرول بيجيب لك الشكل كامل، يعني بيجيب لك الصورة على قد الحاجات اللي انت شغال بيها. طيب تمام، انا دلوقتي دي الحاجات اللي انا شغال بيها. طب انا عايز الدايرة دي تبقى جوه الدايره دي في السنتر بالظبط، بعمل ايه؟ بجيب حاجه اسمها موف اهو، او يا اما اكتب ام بعد كده انتر، واختار بيقول لك سيلكت اوبجكت، تختار الحاجه اللي انت عايز تنقلها. مثلا انا عندي، يعني انا دوست اهو عايز انقل بقى، هو ما بيقوليش تنقل، هو بيقول لي سيلكت اوبجكت برضه. فممكن عشان انا ممكن اكون عايز انقل حاجتين مع بعض، لكن انا عايز انقل دي بس، خلاص حددتها، اقوم دايس مسطره، يقول لي احدد انت عايز تنقل من انهي نقطة. انا عايز انقل من المركز، اقوم دايس على السنتر اهو. بص انا ببدأ اتحرك وببدأ احطها في اي مكان انا عايز، بس هقفل الاورس مود، انا عايز اخليها في سنتر الدايرة دي، اقوم جاي مختار السنتر بتاع الدايرة، اقوم جاي عند الدايرة كده اجي للسنتر بتاعها، اقوم دايس في النص كده جوه الدايرة بالظبط. طب انا عايز دي كمان تبقى جوه الدايرة ديت، اقوم جاي اكتب ام انتر، واقوم جاي محددها، بيقول لك سيلكت اوبجكت، اقوم جاي دايس عليه بس كده دوسه واحده، بعد كده مسطره عشان مش عايز انقل حاجه تانية معاه، واقوم جاي اهو محدد المركز بتاعه. طب انا عايزه جوه المركز ده، اه يبقى اهو المركز نقلتها جواه. طب انا عايز انقل بقى الاتنين مع بعض، ادوس ام انتر، احدد الاوبجكت اللي انا عايز انقله، بس انا عايز الاول اقربهم من بعض شويه تبقى مفهومه شويه، بعد كده اكتب ام، تمام select object، اخترت الاتنين، تمام انا عايز احدد حاجة تاني، لا هو ده اسمه مسطرة، خلاص انا كده بقى عايز ابدأ انقل. تنقل من انهي بقى؟ ممكن من السنتر ده، ممكن انقل من السنتر بتاع ديت، مش التحديد ده قفل، بيقول لك حددهم، خلاص حددتهم، ادوس مسطرة، انا عايز انقلهم من النقطة ديت. طب انت عايز تخليه، انا عايز اخلي الشكل البيضاوي ده بنفس المسافة اللي ما بينهم فوق الدايرة على طول، فاقوم جاي عايز انقلها مثلا من النقطة دي، فاقوم جاي مثلا عايز احطها، عايزها تبقى فوق الدايرة لازقة فيها بقى لمساها، اقوم جاي حاططها كده، اهي بقت لمسة الدايرة، تمام. طب انا بقى عايز امسح كل ده، اقوم جاي كل صورة من ده سيلكت اول وديليت. طب انا عايز ارجع كنترول زد، براجع معاك الاوامر. طب انا عايز ارجع عن الامر ده كنترول زد تاني، بص يبدأ يرجعك امر امر. طيب انا دلوقتي مثلا عندي المستطيل ده عايز اطوله شوية، يعني هو ده مثلا طوله 11 وشوية، انا عايز اخليه مثلا 15. طب اعمل ايه؟ ارسم واحد جديد؟ طب انا لو عامل حاجات كتير هضطر، يعني هضطر ارسم واحد جديد من الاول، ولا في طريقة تانية اسهل؟ طبعا في طريقة تانية اسهل، تفتح الاستريتش ده، وبعد كده تحدد المستطيل، انا عايز انقل يمين كده، عايز امشي يمين كده، بقوم محدد الضلع اليمين ده وحتة كمان من باقي المستطيل. لو حددت المستطيل كله هيعمل له موف، يعني انا لو دلوقتي حددت، يعني انا دلوقتي حددت المستطيل ده كده كله، ومفروض ان انا في الاستريتش او الاستريتش، تمام هبدأ انقل، هيعمل له موف، مش هيعمل له، بص
مش هيعمل له ستريتش. لا انا عايز اعمل ستريتش يعني ازود طوله مثلا من الناحيه الشمال بس، نقوم دايس على الاستريتش، بعد كده بيقول لك حدد الاوبجكت بتاعك اهو، بقوم جاي مزود حته كده. وبعد كده عايز تطول منين؟ عايز اطول من الحته دي، اقوم دايس الاول مسطره عشان يجيب لي التطويل او يفتح الامر، واقوم جاي اقوم دايس كده واقوم مطول. بص بدأ يطول ازاي. طب انا عايز اطول قد ايه؟ هو كده اهو بيديك اهو الميد بوينت، انت زودت عنها يعني، هي كان 11 وشويه، احنا عايزينه 15 يعني حوالي عايزين 3 سم، فهي كده بقت 15 الا حاجه بسيطه يعني. احنا زودنا على الميد بوينت اللي هي اول المستطيل 2 سم وشويه ونص، هتلاقيها مثلا كده 15 الا حاجه بسيطه. لو جينا نقيس اهو 13 وشويه. طيب انا دلوقتي عايز ارسم المستطيل ده، بس بقى مش يعني مش بيبقى مستطيل يعني. بص مثلا ممكن نعمل على الشكل ده يكون الشرح احسن في الميرور. انا دلوقتي عايز اعمل ميرور للشكل ده، ميرور ده يعني مراية، يعني نفس الشكل ده اعمل واحد زيه بالظبط بس في اتجاه تاني مثلا. اقوم فاتح الميرور، او يا اما اكتب ام اي انتر واختار احدد الشكل ده. بعد كده بيقول لك انت حددت الشكل ده ولا عايز شكل تاني؟ حددت ده، ده اسمه ستار. بيقول لك عايز بقى الفيرست بوينت، يعني انا هنقل دلوقتي، عايز النقطة الأولى اللي انا هنقل فيها، يعني هتبقى ديت بداية الشكل الجديد. فأنا مثلا هختار هنا كده، بص اهي دي كده الفيرست بوينت اهي. عايز تنقله فين بقى؟ اهو يعني الشكل التاني يبقى في انهي حتة، اللي هو المراية بتاعته او اللي هو اللي زيه بالظبط مثلا، عايزها تبقى كده اهي. بيقول لك انت بقى دلوقتي انت عملت له اهو، عملت له ميرور. طب انت بقى دلوقتي عايز تمسح الشكل القديم ولا تخلي الاتنين جنب بعض؟ مثلا عايز امسح الشكل القديم، فقوم دايس يس مسحت الشكل القديم. طب انا ما كنتش عايز امسح الشكل القديم، كنت عايز اعمل ميرور من غير ما امسحه اتنين جنب بعض، فقوم دايس على الميرور تاني. بيقول لك الفيرست بوينت فين؟ مثلا انا عايز الفيرست بوينت هنا مثلا، اهو عملت الشكل هنا. طب لا انا عايز بقى نو، اقوم دايس ان او او كلمة نو، اهو عمل لك الاتنين جنب بعض. طيب ممكن برضو طريقة تانية، لو انا عايز اعمل ميرور يعني نفس الشكل بالظبط بس من غير ما اعمل كده، اقوم محدد الشكل ده واقوم دايس كنترول سي بعد كده كنترول في، انا كده عملت كوبي للشكل ده، وبعد كده عملت زي بيست او كده للشكل ده برضو، فهيبقى زي الميرور بالظبط. يعني انا حددت الشكل كامل وهبدأ احطه في المكان اللي انا عايزه، مديني هو الشكل معايا بتحرك بيه وابدأ احط. طب انا مثلا دلوقتي مش عايز اعمل كنترول سي، او محدد الشكل وبعد كده اكتب سي او بعد كده انتر، هيعمل لي كوبي. بعد كده اشوف انا عايز احطها فين، هنا تمام، ادوس بقى على بيست وهيجي معايا الشكل واحط مكان ما انا عايزه. بس دي طريقة مش عملية، هو كنترول سي تاخد كوبي على طول، كنترول في تحطه بقى في المكان اللي انت عايزه. طيب انا دلوقتي عندي الشكل ده، مسحت الشكل البيضاوي اللي فيه، وبعد كده رسمت مثلا دايره ما بين الدايرتين دول وما بين الشكلين دول، وبعد كده رسمت دايره تاني ما بين الشكلين دول، وبعد كده رسمت دايره تاني ما بين الشكلين دول، ولقيت ان انا عايز الشكل البيضاوي اللي انا مسحته ده. طب هعمل ايه؟ اعمل كنترول زد وارجع امسح كل اللي انا عملته ده؟ يعني انا بعد ما رسمت الشكل بتاعي كامل، فلنفترض ان ده شكل انت بتحاول ترسمه وخلصته خلاص وعايز ترجع لحاجة انت مسحتها بس، طيب هقعد اعمل كنترول زد وامسح كل ده واعمله من الاول تاني؟ لا، في حاجة اسمها اوبس، دوس او او وتدوس انتر هرجع لك اخر حاجة مسحتها بس، مش لكن انت لو دوست كنترول زد اهو. انا دلوقتي عايز ارجع للشكل البيضاوي اللي كان هنا، ودايس كنترول زد كنترول زد كنترول زد كنترول زد عشان ارجع له، مسحت حاجات كتير انا عملتها. لكن لو دوست اوبس بس او 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 وانتر، هتلاقيها هيجيبها لك على طول، هيجيب لك الحاجه الوحيده اللي انت مسحتها. طيب في حاجه تاني، في حاجه اسمها روتيت. روتيت ده اللي هو ايه؟ اللي هو تلف الشكل. يعني انا مثلا اهو دوست عليه بيقول لك حدد الشكل اللي انت عايز تلف، مثلا عايز الف الشكل البيضاوي ده، اقوم محدده وقوم دايس مسطره، فبيحدد لك اهو نقطه المركز بتاع الدايره او بتاع الشكل البيضاوي ده، تمام اهو اتلف. طب انا دلوقتي عايز الشكل ده كله الفه من مكانه، سيلكت اوبجكت حددته كله مسطره
عايز تلفه منين؟ من هنا مثلا عايز الفه من هنا، اقوم مختار الحتة ديت. طبعا لازم تبقى فاتح الكوادرانت عشان تلاقيها اهو، عايز الفه كده يبقى جوه الشكلين دول مع بعض، واقوم جاي دايس كليك شمال اتنقل اهو. بس كده عشان ما اطولش عليكم، كفاية كده النهاردة. عايزكم برضو تتدربوا على الحاجات دي كويس، وتحاولوا ان انتوا ما تتأجلوش، يعني ما تشوفش حلقات كتير وتبدأ بعد كده تجرب، لان انت هتنسى. في حاجات كتير بتتنسي في وسط الاوامر الكتير ديت، انت عندك كمية معلومات كتير داخل عليها. فاتمنى على طول تجرب، ولو حاجة وقفت معاك تبعتلي، وهسيب لك برضو لينك الانستجرام، واي حاجة تقف معاك ابعتلي على طول، وان شاء الله هحاول اساعدك. اتمنى تعمل سبسكرايب للقناة، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك، واي حاجة في الكومنتات هتسألني عليها ان شاء الله بإذن الله هحاول اجاوب اي حد يسأل على اي حاجة. وبس كده، سلام.